مرايا امي هضربي سلاتك اتقن عمر هاي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا سيد يلا يلا الاخوان الله يخليكم يلا سي نور الدين يلا الحر
كنشكر المناظر الاعلاميه اللي قامت بتغطيه هذا الحدث، والله راسهم الاخ عبد العالي بوعرفي جريده او موقع تيفيت بريس. كبرتي بينا وكبرتي بالاقليم خميسات ومدينه تيفيس وحضرتي معنا لهذه الفعاليات ديال هذه المنطقه احتفالا بالمنتخب الوطني المغربي بالانجاز التاريخي ديالو بقطر 2022. ومنساوش المقدم محمد الداودي اللي كان معنا وكنتمناو له الشفاء العاجل، وتبارك الله على السيد المقدم مقدم الشاب. يلا الاخوان اللي غيتفرج الخيل يجي يلتحق معنا هنا للبحر، الله يخليكم، كلشي يجي للبحر، كلشي يجي للبحر، بعد ما نديرو في الخزاين تما. يلا الشباب يلا الله يخليكم، كل شيء بشي بحالك تفرز. ترسمت الخيام صافت الخيل العيون العسلية من نورها بكى. وما ننساوش السي حميد الحمر المقدم الحر الطيب والزين اللي غادي معاه دابا واحد اللقاء، تفضل يا سي حميد. دقيقة الله يخليك، في جا كاس شاي سي حميد. السي حميد الغزال، السي حميد الحر الله يكبر بيك، والله يشافي الوالدة ويشافي. شيء
I'm gonna go get some more.
تبارك الله سي نورتي مقدم نورتي وتحرشها تبارك الله عليك والمجموعه ديالك الله يحفظك وراك تبت مدينه قنيطره احسن تمثيل تبارك الله عليك والله يكبر بيك وبالفرح ديال اللي معاك كل واحد بالاسم ديالو الله يحفظك سي نورتي شكرا خاص لخويا عبد القادر مراقب تعبانه تشكروا I'm going to go to the hospital.